نذهب أيضا إلى مراسلنا في أم درمان عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية. عثمان، أهلا بك، ضعنا في التفاصيل الميدانية لتجدد هذه عمليات القصف والمواجهات. لعد قبل قليل هنالك تطور في المشهد العسكري في مدينة ود مدني. طيران الجيش السوداني نفذ هجمات على مواقع سيطرت عليها قوات الدعم السريع. قبل قليل كان هذا الهجوم، ولكن حتى الآن لم تصل معلومات أي أهداف شنتها قوات الجيش السوداني عبر سلاح الجو. ربما تكون هي مباني الفرقة الأولى مشاهدي مدينة ود مدني التي تطلع عليها قوات الدعم السريع منذ 10 أيام. المشهد في ود مدني رعد معقد جدا، وهنالك عمليات نهب وسلب كبيرة جدا. يعني قبل أن نذهب إلى السلب والنهب عثمان، قبل أن نذهب إلى هذه النقطة، ولكن أريد أن أعرف المعلومة بشكل دقيق منك، كما تعرف أنت هذه المعلومة، هل الهجوم هجوم بري أم بالطائرات الحربية فقط على مناطق تمركزات الدعم السريع في ود مدني؟ أصلاً بالعاد مدينة ود مدني ليس بها اشتباكات على الأرض، هذا يعتبر هجوم جديد صباح اليوم، أي يعني الساعات القليلة الماضية نفذه طيران الجيش السوداني. هذا الهجوم قام به سلاح الجو السوداني على تمركزات ومواقع سيطر عليها الدعم السريع منذ دخوله الى مدينه ود مدني، ولكن حتى الان لم ترد معلومات الطيران استهدف بهذه الهجمات اي منطقه تحديدا، ولكن تقديرا قد تكون هي مباني الفرقه الاولى مشاه، لانه قوات الدعم السريع تمركز بكثافه داخل هذا الموقع المهم جدا والاستراتيجي للمدينه. نعم، طيب، إذن قصف من سلاح الجو السوداني لمواقع الدعم السريع في ود مدني. طيب، التفاصيل الإنسانية في تلك المدينة كيف يمكن أن تجملها لنا عثمان؟ نعم، كل يوم أيضا كل ساعة يزداد المشهد ود مدني المشهد الإنساني تعقيدات كبيرة جدا. عدد كبير جدا من المستشفيات خارج من الخدمه تماما، ومدني بها اهم المراكز العلاجيه للامراض المزمنه مثل امراض السرطان وامراض الضغط وامراض السكري وامراض القلب. هذه المراكز استقبلت النازحين الذين فروا من زحيم الحرب من ولايه الخرطوم ومن عدد ايضا من الولايات المتاثره بالحرب. الواقع الصحي مزري جدا، وهنالك انتكاسه كبيره خاصة في الإمداد الدوائي. أيضا رعد برنامج غذاء العالمي تحدث عن نهب أكثر من مليون ونصف متر غذائي كانت تقدم للنازحين والمدفنين بالحرب في مدينة ود مدني. كل هذه المخازن تم نهبها بواسطة قوات الدعم السريع المتمردة. الآن مدينة ود مدني تعاني معاناة كبيرة جدا، شح في الإمدادات من كل النواحي، حتى هناك خدمات الاتصالات أصبحت عسيرة جدا وصعوبة بالغة في تلقي المكالمات وأيضا خدمات الإنترنت، وأيضا من عدم الوقود في مدينة ود مدني تماما، أصبح شعر الجالون الوقود بود مدني ما يقرب 70,000 جنيه سوداني، وأيضا عدم حركة المواصلات وأيضا عدم حركة المواد الغذائية والخضروات بالمدينة. أصبحت المدينة بالغة السوء في الأوضاع الإنسانية بصفة عامة. طيب عثمان، يعني قيل أن هذه المدينة كانت تؤوي النازحين والهاربين من القصف من المدنيين من القصف والاقتتال في العاصمة، في مدن العاصمة، ذهبوا إلى تلك المدينة إلى ود مدني ولاية الجزيرة. إلى أين اتجهوا بعد ذلك؟ نعم طبعا، كما تعلم هي أصبحت المدينة الأولى في النزوح. ود مدني والقرى المجاورة والمدن المجاورة لها أصبحت الأكثر كثافة سكانية بعد 15 أبريل. عدد كبير جدا خرج من العاصمة الخرطوم، وأيضا عدد خرج من المدن الواقعة في ولاية الجزيرة وذهب إلى مدينة ود مدني لتلقي الخدمات. بعض الآن يبحث عن طرق آمنة حتى يذهب إلى ولاية القضارس المجاورة، وكذلك ولاية شنار المجاورة وولاية النيل الأزرق المجاورة. بل رأت هنالك من عاد إلى أم درمان. عدد من الذين نزحوا إلى ود مدني عادوا به العكسية إلى منازلهم بمدينة أم درمان، لأن مدينة أم درمان أصبحت أحسن حالا من مدينة ود مدني. هنالك من خرج ايضا وذهب الى مدينه بورت السودان بولايه الاحمر البحر الاحمر، وايضا من ذهب الى ولايه كتلة ايضا شرق السودان، وكذلك من ذهب الى مدن اخرى وقرى في ولايه الجزيره ذاتها، نسبه لعدم وجود الممرات
الآن المدينة تعاني من انحصار كبير جدا من غير قوات الدعم السريع. نعم، من أم درمان عثمان الجندي مراسل القارة الإخبارية، شكرا جزيلا لك لوضعنا في صورة ما يجري هنالك في أم درمان وود مدني.